السلام عليكم. تنويه بس يا جماعة للفيديو اللي انا هنزله دلوقتي، انا هنزل لكم مكرونة القوقعة الكبيرة اللي هي محشية لحم مفرومة. طبعا ليها حشوات كتيرة جدا، انا معديها بس في اليوتيوب من شوية كده بالصدفة، لقيت نفس ال يعني نفس البايركس اللي انا عاملة فيه ونفس الطريقة وكله، لقيت كذا قناة منزلة امبارح واول امبارح، فانا طبعا لو نزلت النهاردة قولوا بقى دي بتقلد دي بتتقندل دي بتعمل. طيب نبص بس يا جماعة نشوف انا مصورة الفيديو بالطريقة قد ايه. هي بتحصل صدف يا جماعة، مش معنى ان انا قناة نزلت زي او انا نزلت زي قناة انها سرقت مني او ان انا سرقت منها، تبقى صدف والله يا جماعة. حصلت كذا مرة ان انا اكون مصورة حاجة ولا امي مصورة زيها، اقول لها طب نزلي انت يا ماما، طب انزل انا، تحصل كذا حاجة وانا مصورة حاجة وصاحبتي مصورة حاجة تانية برضو بتصادف. نقول نخش بقى ايه نشوف مقاطع الفيديو. بسم الله. في وشنا تمام، ادي الفيديو الجبنة ده بتاع اللي المكرونة هو اللي انا كنت عاملاه بالصوص فيديو عليه. انا تمام. هنا مش هيبان التفاصيل، التفاصيل هتبان في الاستوديو نفسه. نخرج بقى كده نخش الصور نفسها. بسم الله. فيديو المكرونة تمام. بصوا بقى التاريخ بتاعه، انا مصورة من يوم 19 والنهاردة 22، يعني مصوراه من 4 ايام، 19 20 21 من 3 ايام، مصوراه من 3 ايام. نوريكم حته منه. بسم الله. بصوا فيديو عليه انا عشان خاطر منى. بصوا بتمز، بصوا الجبنه بتاعتها حلوه قوي بجد. فكره المكرونه دي كمان حلوه جدا 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 اهي. تعالوا بصوا يا منى كده اوريك منى. بصوا بتمز، بصوا الجبنه بتاعتها حلوه قوي انا دلوقتي بجد. بعمل لكم فكره المكرونه دلوقتي بعمل لكم الاسكرين ده وانا عند امي تمام. حتى في اليوم ده كنت مصورة ايه؟ بصوا يا رب بص الاقي الفيديو. بسم الله. عملنا معاه جلاش، الخطوط بتاعة التقفيل بصوا، عملنا معاه جلاش وكنت عاملة معاه بانيه. كنت عاملة معاه بوفتيك من غير بيض تمام. لسه ما جمعتش الفيديو ده ولا جمعتش الفيديو التاني، حتى واخده منه من الفيديو كذا سكرين شوت عشان خاطر احطها للشاشه اهي. بصوا اهي وانا كذا سكرين عشان خاطر احطها للفيديو، فقلت انقي منهم واحده احطها للفيديو. ماشي يا جماعه. بس انا بس حبيت انوه لحاجه بس بسيطه، هي بالنسبه لكم هبله بس انا بالنسبه لها هتفرق كتير قوي تمام. يلا اتفرجوا بقى على الحتة الصغننه ده على ما اجمع لكم الفيديو.